صلى على النبي. فرق بين الغاز والبنزين الله اكبر عليه، الغاز اوفر ليك بكتير. الغاز كان النص بالنص، البنزين بيوفر لي دلوقتي حوالي 150 جنيه الله اكبر. يعني الغاز بيوفر عن البنزين وعن الغاز عن الجاز، اللهم صل على النبي. يعني البنزين موفر لي، انا لسه مركب الغاز بقالي اسبوعين دلوقتي ساعه ما جبت العربيه دي. البنزين كان بياخد اكتر مني في الهلك في الفلوس، لكن الغاز بيوفر لي اللهم صل على النبي. الغاز والسولر، الغاز بيوفر اكتر من السولر، في توفير في عدد الكيلوهات، وفي توفير في يعني في الفلوس. هو موفر، لا هو موفر. ليه مثلا اي اضرار تانية او ليه اي حاجه تانية غير ان هو موفر؟ لا، هو احنا بنسمع ان هو يعني هو عمر المكنه بيبقى اقل بس كده، هي الوحيد. عيب الوحيد عمر المكنه بيبقى اقل. يعني لو في حاجه كويسه يقدروا يعملوها مثلا ان هي تزيد في عمر المكنه تبقى حاجه كويسه. لا، البنزين خفيف والغاز موفر، بس الفرق بين الغاز والبنزين ان الغاز موفر عن البنزين. موفر فلوس بس في الكفاءه البنزين احسن طبعا بالنسبه للعربيه. مش انا اللي بقول كده، الميكانيكيه يعني. في ايه بالظبط؟ في السحب. السحب بس. في السحب. في اي حاجه تانية تقدر تضر العربيه؟ لا، هو الميكانيكي بيقول الموتور بيأثر على الموتور داخليا يعني. الميكانيكي بس. الغاز طبعا اوفر، هو اوفر لكن مش احسن بالنسبه للمكنه بس كده. لكن كفلوس هو اوفر. طب وبيحافظ على المكنه؟ لا طبعا، لو انت بتتعامل بتبطل بنزين وتدور بنزين بيحافظ عليها شويه. بيوفر بس في السحب ضعيف، بس بينجز. يعني في السحب يعني مش عافي. البنزين حقيقه حلو، الغاز حقيقه ضعيف. يعني مطلع تنخع معاك، طوبه ما تقدرش تطلعها، وهي بارده ما تقدرش تمشي بيها غير لما تسخن. دي المساوئ بتاعته. بس في ماديا بينفع. يعني انبوبه الغاز تعمل لك بتاع 180 كيلو توديك اسكندريه، تقطع اسكندريه ب 40 جنيه، ب 45 جنيه. بنزيمه قصادها بقى قطع اسكندريه كام؟ 220 كيلو، يعني تعمل لك صفيحه و5 لتر مثلا بتاع 150 جنيه. توفر.